للمزيد ينضم إلينا من واشنطن كالفن دارك خبير الشؤون الأمريكية. أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تقيم استعدادات الحزب الجمهوري للطعن في نتائج الانتخابات إذا خسر دونالد ترامب أمام كامالا هاريس؟ نعم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لك وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هذه الخطة الحزب الجمهوري منذ البداية منذ 2020 بسبب حتى الآن دونالد ترامب قال أو يقول هو فاز في الانتخابات في 2020، هو يمنع أي جمهوري حتى رئيس مجلس النواب يقول بايدن في الحقيقة فاز في الانتخابات. ولكن الفرق في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات من 2020، هذه عمليات قانونية في المحكمة في كل الولايات متأرجحة بدأت. إذن في 2020 كانت بعد الانتخابات كان انتقادات ضد النظام الانتخابي في أمريكا، الاتهامات من حملة ترامب، هناك ليس هناك انتخابات نزيهة في أمريكا. ولكن الفرق الآن بدأت هذه العمليات في المحكمة بسبب أعتقد أن الهدف حملة ترامب، هدف المرشحة ترامب يسبب الفوضى، نقص الثقة في نظامنا إلا خسر ترامب. طيب سيد كالفن، بالعودة مرة أخرى إلى سؤالي ولمزيد من التوضيح، ما هي الأسس القانونية التي يمكن أن يستند إليها ترامب وحلفاؤه في الطعون الانتخابية المحتملة؟ بالحقيقة في أمريكا نظامنا ليس هناك أي انتخابات فيدرالية في أمريكا، إذن كل ولاية لديها نظام منفصل في الانتخابات. هذا جيد جدا بسبب من المستحيل مثلا إذا أنا أريد أن أغير النتائج في المستوى الفيدرالي. ولكن المشكلة مع هذا إذا هناك سيطرة في يد الحزب الجمهوري في الولاية، مثلا في ولاية جورجيا، يستطيع أن يستخلون القوانين، ممكن مع قوانين جديدة في لسالة ترامب. مثلا في جورجيا الآن الفرز الأصوات بعد الانتخابات بيد، ليس بحاسوب وماكينات. لماذا؟ بسبب ترامب هو يريد أن يستغل هذه الفترة بعد التصويت ليشجع الفوضى إذا هو يرى ممكن فاز كامالا هاريس. إذن هو والحزب الجمهوري هناك محاولات في كل ولايات متأرجحة، حتى في ولايتي أنا سويت قبل 3 أيام العملية مربكة بشكل كبير بشكل تاريخي. هذا جزء الخطة الحزب الجمهوري في الانتخابات. طيب أيضا كيف تستخدم الحملات الانتخابية استطلاعات الرأي لتحديد أولوياتها وتوجيه رسائلها؟ أعتقد أن بسبب نعرف نتائج في الانتخابات، الفروق في نتائج في الانتخابات ستكون متقاربة جدا جدا. إذن المشكلة مع الاستطلاعات خصوصا في الولايات المتأرجحة، ليس هناك أي إمكانية الاستطلاعات الرأي تبين من سيفوز. ممكن الرسالة واضحة من الاستطلاع الرأي، الاستباك متقارب، هذا صحيح. ولكن بسبب الحميش الخطة، إذا مثلا كامالا هاريس تتقدم على دونالد ترامب ب 2% والحميش الخطة 3%، ممكن بمعنى كامالا هاريس تفوز
بثلاثة، وممكن دونالد ترامب تفوز بثلاثة. إذن أعتقد أن المؤشر واضح من الاستطلاع الرأي ليس من سيفوز، ولكن من أي في أي جانب هناك حماس وزخم. أعتقد أن هذا ميزة للهند كامالا هاريس، ولكن دونالد ترامب هو لديه إمكانية حقيقية اليوم الفوز أيضا. من وجهة نظرك سيد كالفن، هل تؤثر الهجمات الشخصية والتشكيك في الحالة الصحية للمرشحين على توجهات الناخبين؟ أعتقد أن الهدف الآن من المرشحين، هناك في أمريكا تقريبا 80 مليون أمريكيين يستطيع أن يصوت ولكن لا يشاركون في الانتخابات بشكل عادل. إذن الآن الفترة المناسبة لدونالد ترامب وكامالا هاريس كيف يشجع هذه المجموعة الناخبين، بسبب الآن مركز الاهتمام الأركان، بسبب الآن نعرف خصوصا في الولاية المتأرجحة ممكن فرق مع 1,000 أو 10,000 أشخاص، هذا الفرق بين الفائز في الانتخابات. إذن أعتقد أن هذا التحدي للمرشحين خصوصا مع دونالد ترامب. أيضا هل تساهم استطلاعات الرأي في توجيه الرأي العام الأمريكي لمرشح دون الآخر؟ أعتقد أن الواضحة من الاستطلاع الرأي الآن هناك نحن المجتمع في أمريكا منقسم، أعتقد أن هذا واضح من الاستطلاع الرأي بسبب نحن الانتخابات في أمريكا مثل الرياضة، إذن أغلب الناخبين سيصوتون للفريق، فريق جمهوري فريق ديمقراطي، ولكن كيف ما هو الفرق بين المرشحين؟ هذا السؤال من الناخبين المستقلين في الوسط. أعتقد أن بسبب المرشحين أحيانا ليس مثلا كامالا هاريس لا يستطيع الآن لا تبين كيف هي مختلفة عن بايدن. ترامب نفس الوقت كيف هو مختلف الآن من 2020 عندما هو خاسر. إذن أعتقد أن هذا في الرأي العام في الناخبين في أمريكا خصوصا المستقلين. يعني هل تعتقد أن استطلاعات الرأي لا تزال أداة موثوقة لقياس توجهات الناخبين في انتخابات 2024؟ أعتقد أن المشكلة أيضا هذه الانتخابات استثنائية، إذن إذا نحاول أن نرى إلى استطلاع الرأي والنتائج من 2020 ليس هناك نفس مقارنة. مثلا هذه كانت في الفترة كورونا فيروس، بعض الناخبين أغلب الناخبين صوتوا من عبر البريد، ولكن ليس نفس الشيء الآن. وأيضا عندنا مرشحين استثنائيين، امرأة من أصل أفريقي، هذا المرة الأولى مع الرئيس السابق في السباق. إذن أعتقد أن العلوم وراء الاستطلاع الرأي وراء النتائج من 2020 مختلفة جدا جدا، إذن بسبب هذا ليس هناك المستوى الثقة عادي في الاستطلاع الرأي. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من واشنطن كالفن دارك خبير الشؤون الأمريكية.